أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم
السجود. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه صدق الله.